بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم بجامعة بثنا واحد. شكرا على هذا التواصل من أجل تقديم المعلومة للأسرة الجامعية ولمواطنينا طلبة وأولياء. جامعة بثنا في ظل هذه الجائحة واصلت العمل من أجل إنهاء السنة الجامعية 2019 و2020، وقد تمت والحمد لله كل الامتحانات وأيضا الامتحانات الاستدراكية في ظروف جد طيبة. نشكر الله ونشكر كل الطلبة والطالبات والأستاذات والأساتذة على تعاونهم وتفاهمهم من أجل إنهاء السنة الجامعية. بالنسبة لتحضير السنة الجامعية 2020-2021، أيضا الجامعة قد اختارت بروتوكولا أو سيناريو رقم 2 الذي خططته الوصاية من أجل البدء في أو الشروع في السنة الجامعية التي ستنطلق 15 ديسمبر. وقد اخترنا في مؤسستنا جامعة بثنا واحد أن الدراسة أو الدروس ستتم على 3 مراحل. في كل مرحلة نلتقي مع دفعة من الدفعات، كل دفعة تدرس، ولما تنهي الدراسة تلتحق الدفعة الثانية. هذا بالإضافة إلى الدروس التي هي موضوعة في على الأرضية، حيث أن الطالب توجه أو تقدم له دروسا عبر الأرضية، والطالب يتفاعل معها ثم يعود إلينا عبر هذه المراحل الثلاث في حضوريا ل4 أسابيع يدرس، ثم أيضا يراجع مع ما قدم له حول أو في الأرضية التي تقدمها الكليات من خلال أساتذة. بالنسبة للطلبة الحاملين للبكالوريا الجدد، نحن في جامعة بثنا واحد فقد استقبلنا أو وجه لنا 5949 طالب جديد، تم تسجيلهم معظمهم، أي نسبة التسجيل قدرت ب94%، أي الذين تم تسجيلهم وتحصلوا على بطاقة الطالب وشهادة مدرسية قدروا ب4749 طالب. أيضا تم تمديد التسجيلات وإعادة التوجيه أو تغيير الفرع للطلبة الذين ما زالوا يرغبون في تغيير الفرع. المفروض أن العملية انتهت، لكن الوصاية قد راسلتنا مؤخرا وأبقت أن العملية تبقى مفتوحة من 6، أي من اليوم إلى غاية يوم الخميس، من أجل القيام بهذه العملية بالنسبة للطلبة الجدد، وكذا الأمر بالنسبة لطلبة الماستر الذين أيضا فتحت أو أعطيت لهم فرصة أخرى من غاية 6 إلى يوم الخميس 10 ديسمبر، من أجل التواصل عبر الأرضية المفتوحة، من أجل طبعا التسجيل أو تسجيل التخرج. بالنسبة للطلبة الذين تخرجوا في السنة الماضية، فقد حدد على طلبة الماستر الذين تخرجوا من جامعة بثنا واحد للسنة الجامعية 2019-2020 قدر عددهم ب4900 طالب تم حصولي على شهادة الماستر، وهذا بالإضافة إلى 6100 طالب ليسانس. طبعا بالنسبة للماستر هذه السنة الوصاية رأت أن طبعا الولوج إلى الماستر بالنسبة للطلبة المسجلون فهو تلقائي، أما الذين تخرجوا سابقا فلهم نسبة 20%، عليهم أن يتواصلوا والجامعة ستجد لهم المقعد البيداغوجي وسنتواصل معهم إن شاء الله. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.